السلام عليكم، مساكم الله بالخير والنور والسرور. ومن لندن مرة ثانية وثالثة ورابعة، من روز رويس لندن، وناخذكم في لفة سريعة عن السيارات اللي موجودة داخل الوكالة. وهذا الجوست، تخيل، ذهب ما شاء الله. وأغلب السيارات اللي في لندن زي ما تتوقعون أسود، إذا كانت فخمة يعشقون اللون الأسود. نشوف هذه كل شيء فيها أسود، وما عدا الكروم أكيد. ريحة الجلد تتكلم عن نفسها. خلونا ناخذكم لأميرة الشوروم اللي هي هذه الريف، وهذه آخر سيارة من ضمن السيارات اللي راح تتصنع أو اوريدي صنعت من الروز رويس الريف. السيارة هذه وقفت خلاص، ما عاد في تصنيع، عشان يشتغلون على السيارة الجديدة اللي بتكون كهربائية بالكامل، اللي بيكون اسمها سبكترا. تخيل ما عاد فيه الا يمكن 25 سيارة على مستوى العالم، فاللي بيلحق ما ادري يمدي ولا لا. اللون مو بجريء، اكثر من جريء. شوف الخشب اللي هنا، السقف، خشب شكل ثاني. شوف هنا بعد نوع آخر. شوف الأبواب، في تفاصيل خرافية في السيارة هذه. طبعا السيارة اللي بعدها السبكترا، يعني اللي بيستلمها يمكن أقرب شيء 2026. نجي للمشهور اللي هي الكولينان، نفس الشيء أسود. شوف الخط الأورنج، شوف الرفرف اللي يكون بالعادة مقصوص، تصميم الداخلي كل شيء أسود مع تطعيم أورنج. شوف الخشب اللي في النص، بيانو. هنا نشوف هذا تقريبا جلد. هذا وجه السيارة. هذيك الفانتوم، تحس كذا بتكون السبكترا تقريبا وجهها بيكون كذا، الجريل حقها بيكون برضه كبير. وهذا السيارة صراحة هيوج، ضخمة بشكل رهيب، فتصلح ان شخص يركب وراء اكثر من انه يسوق السيارة. أسود مع بيانو، الأبواب لونها فاتح أبيض. نشوف الآي درايف، نشوف العدادات، تشوف البادي تقريبا فاضي ما في شيء. هذه جميلتنا اللي نختم فيها حلقتنا اليوم، اللي أتمنى أنكم استمتعتوا معاي وانبسطتوا اليوم في الشوروم اللي في ماي فير حقة الروز رويس. ويعطيكم العافية.
فيها تفاصيل كثيرة ما أدري وش أقول، فما الله.